هلا مليكة، صباح الخير. أهلا، صباح الخير دنيا. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يبارك فيك لأختك. صباحك مبروك. الله يبارك فيك لالا مليكة. مستمعات كاملين، الغدا نعطيك البريوات تاع الفرخ. بريوات الحين نعطيك البريوات تاع الكسة ديال الدجاج. ديال نعطيك ديال الفرخ هما الأول. ديال الفرخ نعم، غادي ناخذ وصفة وحدة لأن معنا اتصال. أنا كيما هادو ديال الفرخ كيخرجوا كمية كثيرة وساهلين. غناخذوا تقريبا كيلو ديال الفرخ. كيلو ديال الفرخ كنقطعوه صغير نغسلوه نخليوه يتقطع. ومن الاحسن ناخذوا البلايصه اللي ما فيهاش الشوك. اي ما فيهاش الشوك. ايوه بحال كاينه البلاصه اللي فيها الشوك هي كيجيو لذاذ زوينين. هادو انا درتهم خرجوا ليا كميه كثيره وجاو زوينين. نقطعوا قطع صغار. قطع صغار نغسلوه نخليوه يقطر مزيان من الماء ينشف من الماء. كناخذوا الخلاط الكهربائي فاش كنطربوا العطريه ديالنا كنديروا قزبر معدنوس ربيع. الخلاط الكهربائي نديروا فيه ايه. ربيع ومعدنوس. اي نديرو الثومه ما نكثرش الثومه باش ما يجيش فيهم. الثومه شحال كديري تقريبا؟ نديرو ضرس واحد تاع الثومه او واحد. كيلو ديال الفرخ. شويه ديال الملحه. ملح. شويه ديال الزهر. زهر. راس معلقه ديال الكمون. راس معلقه كمون. والتحميره نكثروها شويه باش كتعطي اللون ديالهم. وعصير ديال الحامض. عصير حامض. اي. وزيت مخلط ما بين البلدية والرومية كاس صغير. وزيت مخلطة بين الرومية والبلدية. وعندنا اللب ديال الحامض. اللب ديال الحامض. اللب ديالو. وما نكثرش الملح لأن درنا الحامض. نعم. نديرو غير شوية. المهم غنطربو هادشي مزيان. نعم. هي راه ضربني ثاني البرد اليوم. لاباس عليك، لاباس عليك، نعم. غنطربو مزيان في خلاط كهربائي. ونطحنو هاد الشرموله مزيان. وناخذوا داك الحوت ديالنا نديرو شي طوسيل كون حلو نخوي عليه هاد العطريه ونخليوه على الاقل 3 سوايع باش يشرب لينا مزيان. ايه. ونجيبو المقليه ما كتلصقش. ايه. ما نديرو لا زيت لا والو. ونخوي هاد الحوت ديالنا وما نسدوش ما نغطيوش المقله ديالنا باش ما يطلقش لينا الماء. ايه. ونخليو كيتشحر مزيان حتى خاصو يجي ناشف من الماء باش ما يفزقلناش حتى الورقه. ايه وكيجي مزغمر. هذا ما نقولش ليك راه درته وخرج ليا كميه زوينه وزوين. ايه نعم. وغادي ناخذ الشعريه الصينيه. الشعريه الصينيه كلشي كيعرفوا كيفاش يخويو عليها. أيه. الماء طيب يخدوها تدو لكن يضربوها بالمقص باش كتجي رقيقه باش ملي كتبدا تاكل البريوم كتجي الشعريه طويله. كنقطعوها بالمقص مزيان ونزيدوا على داك الخليط ديالنا. نعم. صافي نخليوها حتى كتبرد. اللي بغى يزيد الفرماج بحكوك يزيدو اختياري. اللي ما بغاش يخليها غير هكاك صافي نعمرو البريوات ديالنا ولا السيكار وصحة وراحة. الله يعطيك الصحة. غادي نجربو مليكة المرة الجاية نعطيك ان شاء الله على الراس والعين. وحنا كنعرفوكم اوفياء البرنامج فضاء الاسرة.